تابع رئيس الوزراء شريف إسماعيل الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري إقامتها في قطاع الغاز الطبيعي، وذلك خلال اجتماعه بوزير البترول والثروة المعدنية وعدد من قيادات الوزارة. وفي بداية الاجتماع أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على توفير المناخ الجاذب للاستثمارات في قطاع الطاقة وخاصة المتعلقة بالغاز الطبيعي، فيما استعرض وزير البترول الموقف الخاص بالمرحلة الثانية من مشروع تنمية حقل ظهر للغاز الطبيعي.